فهمت. شو خطر ببالكم لحتى جيتوا تزوروني؟ ولا اليوم كان عنا إيفنت لبراند عايدة الجديدة، بتعرفي عزمتنا، سألناها عنك ودلتنا أنت وين؟ عايدة كلها ذوق. عايدة أهلا وسهلا. سوري جينا بسرعة وإيدينا فاضية، إن شاء الله بس تصيري ببيتك منجي ومنجيب هدية معنا. بعدين اشتقنا لك، دقيت لك كتير، ليه ما رديت علي؟ وأنا كمان كتير اتصلت. ليلى نحن منعرف الظرف اللي أنت فيه، بس ما في داعي تتهربي منه، إنه العالم بهيك ظرف بيساعدوا بعضهم، صح؟ منيح، على القليل سمحتي لعايدة تساعدك. إنه ما فهمت يعني شو فيكم تعملوا لي؟ تجمعوا لي تبرعات بالجمعية؟ لا أكيد يا ليلى، مش هيك قصدنا. أنا بعرف كتير منيح شو قصدكم، وبعرف شو في ورا كل كلمة عم بتقولوها، وأولكم عايدة. يي عايدة فتحت لك قلبها وفتحت لك بيتها، إنه شو ممكن يكون قصدها يعني؟ ما بعرف عايدة شو قايلت لكم، ولا ليش بعتتكم لهون، بس اللي بدي اياكم تعرفوه اذا انا هون ببيتها لعايدة لانه في ارض مشتركه بيناتنا ورث كبيره، وهي اصرت انه نجي لهون كرمال تسرع بالاجراءات، مش لانه بدها تصرف علينا. نحن ما بنقبل مساعده من حدا. يا ليلى ولو نحن عشرة عمر منعرف بعض من سنين، ما في داعي تبرري شي. بعدين ما جايين لنزعلك، نحن جايين نطلع عليك لأنه اشتقنا لك وبس. أهلا وسهلا. ست ليلى أنا بعتذر منك على التأخير، كان في زحمة شوي. هلأ مباشرة بعمل الضيافة وبجيب الشاي. لا 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 ربا، ما في لزوم، لأنه الصبايا يعني هيك مرقوا مرق الطريق وبعد عندهم مشوار طويل. تعرفي ربا، ما في مثل كذب بيقولوا الصديق وقت الضيق، مش هيك؟ أنت هيك أنت معي فعلا يا ربا، مش مثلكم أنتو الواضح إنكم ما بتعرفوا شو يعني صديق حتى تكونوا حد وقت الضيق.